النهاردة عندنا يخني السبانخ بكورات اللحمة. هبدأ أعمل إيه؟ أفرم الأول البصلية ونشوف هنعمل إيه مع حضراتكم دلوقتي. نصلي على حضرة النبي. آدي توم وآدي بصل. وادي شوية زعتر، توابل هناخد نص كده ونص كده ونص كمون ونص كمون، وادي حبة ملح وفلفل اهو. الصلاة على حضرة النبي. وادي قرن فلفل حراق اهو، وندعمها بقى بايه؟ بشويه كزبره خضراء يا مكعب مرق عشان ايه؟ خليها تصفر معايا شويه، وكده شويه جوز الطيب. حطينا اللحمة مع البصلية كده وبدأت تصفر عندي، بدأت تصفر عندي. شوف بقى هنعمل ايه بعد كده. قبل ما انزل بطماطم جهينة اجي كده اهو، نزل الجريز اللي عندي ده، بسميه جريز مش ملوش لازمة. زي ما اتفقت مع حضراتكم اي حاجة بتستوي بترفض الزيت الزيادة، الزبدة الزيادة، السمنة الزيادة. ادي بقية البهارات اللي عندي اهو،